نيسان مراني علوي بدرة، منظمة هذا الحفل الأيتام بشراكة مع جمعية الطاون أسمير وجمعية الإيثار. هي شاركت معايا وعملت معايا واحد المجهود كبير، احتفلنا في نفس النهار بمناسبة ولي العهد مولاي الحسن، وكنشاركوا الأيتام هذه الفرحة هذه، وكذلك الحب الكبير اللي عندنا الملك ديالنا الله ينصره الملك محمد السادس والوالد ديالو الماسون مولاي الحسن. بغينا ندخلوا الفرحة الكبيرة على الأيتام ونشاركوا مع هذه الفرحة هذه الكبيرة. وهذه الدورة الثانية في 2017، وكذلك كنا احتفلنا العام الماضي في 2016 كانت الدورة الأولى وهذه الدورة الثانية. وحنا كنبغيو ملكنا وخصنا نعبروا له على الحب الكبير ديالنا الوطن ديالنا والمغرب ديالنا والملك ديالنا، باش نشاركوا هذه الفرحة هذه الكبيرة في نفس اليوم بعيد ميلاد ديالنا. يا وطني يا حبيبي، الله أحسن.